على كل حال، بما ان زي ما كنت بقول لحضراتكم الموضوع ده عامل رواج على السوشيال ميديا وعامل يعني اختلاف وجهات النظر، خلينا ناخد ونعرف اكتر بس بشكل علمي بقى في الملف ده. معانا كابتن احمد سالم، مدرب اللياقه والاحمال البدنيه لمنتخب الاردن السابق. صباح الخير يا كابتن. بونجور. صباح الخير استاذ الهوند، وصباح الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك. صباح جميل ان شاء الله. يعني ملف اعتقد في غايه الاهميه، وفي نفس الوقت مؤخرا عامل يعني زي ما كنت بقول لحضرتك رواج كبير على السوشيال ميديا تحديدا، لو حضرتك اكيد متابع، خصوصا بعد ديربي امس وكريستيانو رونالدو والحديث عن مستقبله وهل اتس تايم ان هو يعتزل ولا لا، وقعدوا يقارنوه ما بين وما بين لعيبه تانية كبيره جدا وبرده لامعه واكبر منه في السن. فخليني اعرف من حضرتك اصلا هذه الثقافه دلوقتي، وهنقارنها بفتره التسعينيات على سبيل المثال لما كان عمر لاعب الكره تقريبا لا يتعدى ال 32 سنه وبعدين بيعتزل، هل لسه عندنا هذه الثقافة ولا مفروض مع التكنولوجيا الوضع يكون شوية اختلف؟ هو طبعا انت بتتكلمي، لو السؤال على كريستيانو بالذات، هو ده مسطرة لوحده، مسطرة تصلح للقياس. انا مش سامع يا جماعة، ممكن نعلي الصوت شوية؟ كريستيانو تحديدا، لو احنا بنتكلم على كريستيانو، اتفضل. لو حضرتك بتتكلمي على كريستيانو تحديدا، ده مسطرة لوحده للقياس، لان هو اوريدي كريستيانو زي ما تفضلتي وقلتي انه بيخضع تكنولوجيا غير طبيعيه، راجل بيهتم بنفسه اكتر من اللازم، عنده بيرسونال ترينر في كل المجالات سواء فيزيكال او تكنيكال او خططي. ده في اتجاه تاني. يعني اللي حضرتك تقصديه فيما يتعلق به ان لعيب يبطل على سن معين، ده النهارده ما عادش موجود بالظبط، لان النهارده الامور كلها بقت صاغة علميا. في عندنا حاجه اسمها في التدريب الرياضي بنسميها تدريب ومراحل النمو. الكلام ده لو الراجل بيتعدي كويس زي اوروبا، اللي حضرتك ذكرتيهم في الامثله اللي هي على اللاعب المصري الجمعه او عصام الحضري او احمد حسن، دي كلها فروق فرديه واجتهادات شخصيه. انما دلوقتي النهارده في اوروبا في اي حته في العالم بيستخدموا العلم في ان هم يطولوا العمر التدريبي ده من خلال تأسيس العضلة سليمة، من خلال تغذية سليمة، من خلال متابعة دورية، من خلال فريق تحليل على أعلى مستوى. الكلام ده كله بيبقى موجود، وبالتالي بنسمي العمر التدريبي بيزيد، مش سن الناس، مش سن اللاعب، عشان الناس غلط. العمر التدريبي هو عمرك في الملاعب، هو عمرك في أداء النشاط. لأن يا أستاذ هوند إحنا بنقول كده من بلدي إن حجم الكتلة العضلية والتغذية المرتدة فيها وعلاقة الفسيولوجي البدني بالمهاري بالخططي بتتطور، وبالتالي لما أنا بتقل كفاءتي عن سنة 30، لا بتلاقيني حاضر 32 33 وممكن 40. والأمثلة كتيرة في الكلام ده، إنما الكلام ده أصبح علم قائم، ما عادتش اجتهادات شخصية زي الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها. يا جماعة الصوت أنا بحارب عشان أسمع والله، مش عارفة هل ده عيب في السماعة عندي ولا عيب في المكالمة. طيب هو معلش انا استاذ احمد، يعني كابتن احمد معلش، نحاول نرجع لحضرتك مره ثانيه، انا بحارب عشان اسمع صوت حضرتك فعلا، انا مش سامع كويس خالص. بس على كل حال ملف مهم، واللي انا فهمته من كلام كابتن احمد ان هو بيتحدث تحديدا لو على مثال كريستيانو رونالدو، كريستيانو حاله اخرى او حاله مختلفه عن اي لاعب اخر، لان كم الديديكيشن او كم يعني التفاني اللي عند كريستيانو تحديدا لهذه الرياضه ولمستقبله تقريبا مش موجود عند لاعب تاني او بيختلف الى حد كبير. احنا بنشوفه مركز جدا في كل تفصيله في حياته، لايف ستايل بتاعه، اكله شربه تمرينه لحد هذه اللحظه، عدد الساعات النوم، يعني كل ده بيأثر بشكل كبير جدا على كريستيانو تحديدا. فده بيؤدي في الاخر لمؤشر ان عمر هذا اللاعب ربما ممكن ان هو يتسع من الوقت لسه المزيد من السنوات. ففكره الحديث عن اعتزال كريستيانو دلوقتي ما اعتقدش ممكن تكون وارده، بلس ان كمان في كلام قيل مؤخرا ان هو لا ربما يعتزل بعد كاس العالم شهر 11، وتحديدا يترك مانشستر يونايتد شهر 1 او يروح لنادي تاني او يعتزل، برضو الكلام كتير. طيب كابتن احمد حضرتك رجعت لنا مره تانية، الصوت كده حضرتك سامعني كويس يعني؟ سامعك كويس. وانا سامعك كويس. طب الحمد لله. طيب صباح الخير عليك، ونكمل وعلى نكمل بقى ولا مش هنبتدي من الاول؟ هنكمل. انا بس حابب اقول لسيادتك ان الحديث عن كريستيانو كريستيانو مسطره للقياس نفسه. يعني هو كريستيانو زي ما حضرتك قلت بالظبط، كل تفصيله في حياته لها لازمه. بيشتغل على نفسه كويس جدا،
الكلام ده على فكره في اوروبا تكنيكال من خلال فريق التحليل، حتى مدرب الجيم، مدرب القوة العضلية الخاصة بكرة القدم، خاصة بالنشاط نفسه. فأقدر أقول لسيادتك إن كريستيانو معانا ممتد لكل عشاق كريستيانو، ما تقلقوش، هيمضي عقد جديد إن شاء الله في شهر 1 الجاي. نتمنى ذلك فعلا يعني. لا ده ما تقلقيش عليه، لأن إحنا أصلا كناس بتوع أحمال وتحت تحليل وظيفي بناخد كريستيانو في الشغل الجديد مسطرة للإياس. يعني لو تفتكري آخر تيك أوف عامله وعامل باكورد فيه كان متر 86، فالنهارده احنا بنتكلم فيه مع بالمقارنه بالعمر التدريبي اللي احنا بنسميه العمر التدريبي للاعب، ده الكلام ده انا افيلبل يعني محدش يعمله هنا. صحيح. انما الكره دلوقتي بقت علم، والعلم تحديدا بيهتم بكل تفصيله. الامثله اللي حضرتك ذكرتيها فيما يتعلق باللاعب المصري سواء وائل جمعه او الحضري او احمد حسن، الناس دي كلها كانت اجتهادات شخصيه منهم وما زالت بيجتهدوا شخصيا. انما عندنا في التدريب زي ما قلت لسيادتك حاجه اسمها التدريب ومراحل النمو. الكلام ده لو اشتغلنا عليه من منتخبات الناشئين او اشتغلنا عليه من تحت هنقدر ان احنا نكون في حته تانيه فيما يتعلق باللايف ستايل وبالتغذيه المرتده وبالكيس نفسه او النشاط الرياضي الممارس نفسه. بالظبط بالظبط. لو حضرتك شفت لعيب كينيا الاخير كينيس ده، احنا بنتكلم في جهاز اكتشفوه ان هو بيشوف مستوى الجلوكوز في الدم بيوصل لاعلى مستويات امتى وبيقل امتى، عشان الراجل بعد سن الحاجه و30 سنه او بيتهيألي كسر ال 41 30 ونص 40 41 كده، الراجل ده بطل عالم ماراثونات. النهارده هم وده تيم بيشتغل عليه، النهارده هم التحليل الوظيفي، التحليل التغذيه، التحليل الفسيولوجي، كل الكلام ده كله بيدخل من العوامل الثابته والمؤثره ان العمر التدريبي للاعب يستمر وبالتالي عطائه في الملعب في المنتخبات يستمر. كويس وده جدا. امر احنا بنفتقده على فكره. طيب انا عندي سؤال اخير لحضرتك كابتن احمد، هل الموضوع بيختلف من رياضه لرياضه؟ يعني هل ممكن نقول مثلا ان في رياضات اللي هي عنيفه شويه عمر اللاعب فيها اقل، او يعني ما بيتعداش سن معين، بخلاف مثلا كره القدم او الرياضات الجماعيه اللي شويه الضغط على اللاعب ما بيبقاش بشكل يعني زي الرياضات الفرديه؟ خليني اعرف من حضرتك. شوفي هو مش بشكل كبير الكلام ده، لان احنا بقول لك لما الكلام بيرجع للعلم، العلم بيتدخل في كل تفصيل. صح. يعني بمعنى ان هو الرياضات العنيفه زي ما حضرتك قلتي ممكن تتسبب في اصابه مباشره، وبالتالي الاصابه المباشره دي تبقى معوق على اداء النشاط نفسه. انما ما تقللش من عمر التدريبي اللي انا حاططه له، طالما العضله بتعمل بنفس الكفاءه، طالما فسيولوجيا الجسد بيعمل بنفس الكفاءه، طالما عوامل التغذية والتغذية المرتدة بتعمل بنفس الكفاءة. تمام. وخلي بالك الفرق كبير بين التغذية المرتدة على نوع النشاط الرياضي الممارس. أنا بقول لك لدرجة إن دلوقتي هارفارد عاملين حاجة جهاز تتبع لمستوى التغذية في العضلة، الجليكوجين نفسه إمتى بيوصل لأعلى مستوياته وإمتى بيقل. فالنهاردة أنا لما أتتبع مستوى التغذية المرتدة في العضلة هقدر أقول لشاتك في كل الرياضات، صح، باسكت، فولي، هاندبول، كورة، تنس، هقدر اخلي الراجل ده يمارس نفس النشاط ده بنفس الكفاءة مع تأخر ظهور التعب على مدى عمر تدريبي كبير. رائع جدا. ما هو العلم لما بيتدخل في اي حاجه اكيد الوضع بيختلف بشكل كبير جدا. يعني خليني، طيب معلش لو تسمح لي اروح لنقطه قبل ما اختم سريعه جدا، وحضرتك برضو سريعا تجاوبني كابتن احمد. فكره هنا طرق المعالجه، يعني احنا بنشوف لعيبه للاسف يعني مستقبلهم بيروح تماما خلاص وبينتهي في سن كمان ممكن في العشرينات لو تم المعالجه بشكل غلط، او كمان التاهيل بشكل غلط او تاهيل الاصابات تحديدا. فخليني اروح مع حضرتك للنقطه دي برضو لانها مهمه. شوف احنا التاهيل الافترنجيال ده زي ما انت قلت بالظبط تماما، وخلي بالك انت محلله بارعه يعني. ده كتير والله يا كابتن احمد. لا 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 بجد التاهيل، اصل حته الافترنجيال دي تكنيكال شويه، واحنا في مصر خلي بالك بنعاني منها. ايوه. لان احنا النهارده بنسيب اللاعب بعد موضوع التاهيل خلاص احنا اهلناه وقلنا ان هو كويس وتعالى انزل الملعب، بنعرضه لدرجه حمل عشان هو كويس او اصبح سليم، بنعرضه لدرجه حمل نفس درجه حمل الفريق. صحيح. وده مش صحيح او مش حقيقي، لان هو مهما استجاب للتيست اللي انا عملته له سليم ولا لا لازم ياخد الحمل ده تدريجي. انما المدربين هنا في مصر لمسته كتير جدا يقولوا لا ينزل طالما سليم ينزل. لا هو سليم تكنيكال، سليم وظيفيا،
انما مش سليم بدنيا، صح. لسه لما يستجيب لدرجه الحمل ذاته. الحاجه المهمه جدا اللي عايز اقول لستك عليها ولازم نبقى عارفينها، ان التاهيل لا ينتهي عند التاهيل، يعني لا ينتهي عند نهايه التاهيل واللاعب يبقى سليم ينزل الملعب، لا خالص. لان التاهيل ده الاصابه دي لو تعرض لها في نفس نوع العضله او الرباط هتبقى اصابه مزمنه، هيرجع تاني يتاهل عليها تاني، صح. المفصل مش هيبقى بنفس الكفاءه. فانا بعمل بعد التاهيل بعد اسبوع اول للتاهيل برجعه تاني ياخد نفس الجرعات الوظيفيه اللي عامله على مظبوط. المفصل او الرباط، واحطه تاني في الملعب في نفس الشغل، وارجع بعد اسبوعين اعمل له فصل وارجع اعمل له تاني واجب بدني على نفس نوع الرباط. فالحته دي مهمه جدا وكويس انك لمستيها عشان تبقى الناس عارفه قاعده مهمه جدا، التاهيل لا ينتهي عند انتهاء التاهيل. هاي كابتن أحمد، بشكر حضرتك جدا على المداخلة والمعلومات دي، شكرا ليك جدا.